مفيش حاجة اسمها ان مباراة تتعاد علشان خطأ فني. المباريات ممكن تعاد لو فيها اخطاء إدارية تمام، او اخطاء تندرج تحت بند ان انت خالفت القانون في عمل اداري مش عمل فني او عمل تقديري، وشرط ان الحكم يكتب في تقريره ان هو اخطأ خطأ اداري. يعني ايه خطأ اداري؟ حكم ما خدش باله وادى لعيب انذارين في نفس المباراة واللعيب استمر، فرقة لعبت 12 لعيب وهو مش واخد باله، بدأ المباراة مثلا من غير حارس المرمى ما يكون موجود، كل دي اخطاء ادارية. دي ممكن تستوجب اعادة المباراة لو الحكم اقر في تقريره بالخطأ ده، ما دون ذلك مفيش اي اعادة المباراة. وإلا كنا نعمل بقى يعني جدول للمباريات وجدول تاني لاعادة المباريات.